السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كاع المتتبعين ديالي، نتمنى تكونوا مزيانين ان شاء الله، نتمنى تكونوا في احسن حال ان شاء الله. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه، يعني طريقه باش نحتفظوا بالفلفل ولا نديروا فلفل مخلل في البيت، يعني كيجي زوين يعني مزيان، حسن ما نشريهم برا يعني نديروه في الدار احسن. يعني هاد الطريقة ناجحة 100%. كنحتاجو هنا الكاس ديال الخل، وكنحتاجو واحد 6 ديال الفصوص ديال التومة، وواحد 3 ولا 4 ديال الوراق سيدنا موسى، ملعقة صغيرة ديال الملحة مع معمراش مزيان. اوكي البنات تبعوا معايا الطريقة باش نوريكم كيفاش نديرو لهاد الفلفل باش نحتفظو به، يعني نقدرو نشيو هكا الفلفل الصغير ونحتفظو به. ولا بزاف ديال الناس كيكون عندهم في الدار يعني الفلفل هكا وما كيلقاوش شنو يديروا به، ولا في ساعه كيضيع، نحتفظوا به هكا يعني في العلبه ونديروا في الثلاجه كيبقى مده كبيره. اوكي البنات عندي هنا هاد العلبه، علبه ديال كورنيشو، احسن تكون العلبه ديال الزاج هكا، يعني كيف ما داير المهم ديال الزاج. نديروا شويه ديال الفلفله، ومن بعد نديرو عليها الثومه، نديرو لها هاد الطريقه، يعني نهرسوها بهاد الطريقه، نديرو الثومه نديرو شويه ديال الفلفل عاوتاني، نستمروا بهاد الطريقه، يعني نديرو الثومه نديرو شويه ديال الفلفله، نديرو الثومه نديرو شويه ديال الفلفله، تنسالي الكميه ديالي هكا عاد غادي نحتفظ به ان شاء الله. واخا كتشوفوا هكا عامر راه خصنا يعني نضغطوا عليه مزيان، راه كاين بلاصه عاد يعني غادي يهز لينا عاد. غادي نديرو وريقه الناموسة ونديرو فلفله ونبقاو نضغطوا عليه حتى ندير هاد الكميه كامله في هاد العلبه. بعد ما ساليت الكميه ديالي ها كيفاش كتشوفوا معايا، ضغطت عليها مزيان دقستها، وغادي نضيف الملحه ديالي هكا، وغادي نضيف عليها الخل، الخل ديال الخل العادي، ولا الخل من احسن ما تستعملوش الخل ديال التفاح، الخل العادي. وغادي ندير عليه شويه ديال زيت الزيتون هكا، جوج معالق، ثلاثة ديال المعالق هكا. ومن بعد ان شاء الله غادي يعني نبلعوا عليه، غادي نعمروه يعني بالخل، ما كياخدش بزاف ولكن غادي نعمروه حتى يعمر. كيفاش كتشوفوا معايا دابا العلبه ديالنا عامره، غادي نديروا عليها واحد السلوفه باش ما يتنفس ليناش النفس ولا تزلع علينا، ولا غادي ندير الاخر ديال السلوفه، وغادي نبلع عليها القفله ديالها. غادي نخليوه واحد 15 يوم يعني في الثلاجة، كنخليوه 15 يعني من 10 ايام الفوق، يمكن ليك تستعمليه تاكليه هكا مع الماكلة، ولا ديريه في شي حاجة، كيجي زويون وكيجي طايب. وكان البنات يعني غادي نصنف بهذه الطريقة، غادي نبلع عليه ومن بعد غادي تشوفوا معايا الطريقة الشكل النهائي كيفاش كيجي، يعني طريقة بسيطة وسهلة اي واحد يمكن ليه يديروه، كنديروا ليه هاد الحركه. لاول مره كيشترك في القناه ديالي ما عليك الا دير اشتراك ودير لايك وكومونتير يكون في محفز لينا باش نستمروا. اوكي البنات هذه هي النتيجه، يعني بعد 20 يوم هذه هي النتيجه، يعني كيخرج طايب وزوين الماكله، يعني زوين ديري هكا في يعني في اي حاجه ديريه تستعمليه ولا تاكلي هكا مع الماكله، كيجي زوين بزاف. نتمنى نكون فدتكم، نتمنى نكون خفيفه على قلوبكم، نتمنى يعجب لكم الفيديو. الا عجب لكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك واللايك. الى الفيديو المقبل ان شاء الله، انتظروا الفيديو الجديد ان شاء الله في قارب العاجل ان شاء الله. الى اللقاء.